مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقة استثنائية بما اننا قدام البحر. دي الحلقة الاولى من الموسم الثالث لبرنامج الكنز في الصندوق، وما تنسوش دايما تتابعوا التفاصيل في مجلة اوراق بحرية. الحلقة بتاعت النهاردة ممكن تبقى مفيدة للناس اللي مش بيشتغلوا في المجال واللي مش دارسين المجال. اللي احنا هنتكلم عنه هو the difference between the boat and the ship، الفرق ما بين القارب والسفينة. الفرق الرئيسي ما بينهم هو الحجم، بمعنى ان السفينة حجمها اكبر من القارب. السفينة تقدر تشيل قارب، لكن القارب ما يقدرش يشيل سفينة. السفينة بتشيل ركاب وبضايع، القارب ما ينفعش يشيل ركاب وبضايع. بمعنى هو ممكن يشيل بس مش بنفس حجم السفينة. مقارنة ما بين القارب والسفينة، السفينة التصاميم والهياكل بتاعتها بتبقى معقدة شوية عن القارب. استنونا في حلقة جديدة من برنامج الكنز في الصندوق، وان شاء الله بكرة احلى واحلى. وما تنسوش تتابعوا التفاصيل في مجلة اوراق بحرية، والنهاردة هيبقى فيه معلومات تانية مكتوبة، وهيبقى في طبعا الاخبار بتاعتنا بتاعت كل يوم. انتظرونا وتابعوا كل جديد. شكرا.